مش كافر مش كافر انا مش كافر مش كافر مش كافر انا مش كافر لا انا مخدوع او بخرف ابدا ولا عقلي سافر سافر بإله واحد ايماني واحد وما لوحش تاني حبني ومات علشاني مش ممكن يموت يمكن في امور بتحير نحتاج لتفسير انا حشرح ليك وافسر ارجوك بلاش تكفير انا مش كافر انا مش كافر النعمة والسلام للجميع. برحب بكم وحييكم من خلال شاشة قناة الكرمة وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. موضوع حلقة النهاردة بنعمة الرب تحت عنوان من يقف وراء مقتل محمد. سعيد وشرفني يكون موجود معنا أخونا العابر حسين العراقي اللي كان معنا أيضا في الجزء السابق من نفس الموضوع في هذه الحلقة. برحب بك أخ حسين. سلام المسيح. سلام المسيح أخ أندرو، الرب يبارك حياتك، وكل عام وأنتم بألف خير وعيد ميلاد مجيد بنعمة ربنا يسوع المسيح. الرب يبارك الجميع ويبارك كل العاملين في قناة الكرمة وكل المشاهدين. أمين أمين. وأنا بنفس بنهني كل أحبائنا اللي بيشاهدونا من خلال قناة الكرمة وكل الأحبائنا اللي هيحتفلوا بعيد الميلاد خلال هذا الأسبوع. بقول لهم كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم دايما في ملء بركة الرب يسوع المسيح، كل سنة والبهجة والأعياد تملأ بيوتنا وقلوبنا، كل سنة وشعب الرب متمتع ببركات الرب على حياته ومعية الرب معاه وبنعم الرب اللي بتغمر كل جوانب حياته. نصلي لأجل بلادنا أن الرب يحفظ بلادنا من كل أعمال إرهابية. للأسف تعود الإرهابيون باستمرار على أنه يحاولوا يطفوا احتفالات وبهجة المسيحيين باحتفالاتهم بالأعياد، سواء كانت أعياد الميلاد أو أعياد القيامة. فصلاتنا النهاردة في اسم الرب يسوع أن الرب يحفظ كنايسنا ويحفظ شعب الرب في كل مكان، سواء كان في الشرق الأوسط أو في أي دولة مهما كان فيها احتفال لعيد الميلاد، سواء 25 ديسمبر أو سواء 7 يناير. ونصلي لأجل الحماية، نطلب الحماية من الرب، حماية على اللي داخل واللي خارج، حماية على الكنائس، حماية على المتعبدين، حماية على كل الممارسات وكل الشعائر وكل العبادات اللي بتقام وتمارس في الكنائس، حماية لبلادنا من أي أعمال تخريبية أو إرهابية. وبصلي أيضا أن يكون عيد الميلاد رسالة في حد ذاته يقف قدامها المسلم ويسأل سؤال مهم جدا، لماذا نرى شخصية المسيح شخصية فريدة، شخصية متميزة جدا حتى في داخل القرآن. ما تاخدش الأمور من المسلمات وتاخد الأمور هي كده وخلاص، لكن أقف قدام الأسئلة دي. ليه المسيح الوحيد اللي دخل عالمنا مولود من عذراء؟ ليه المسيح الوحيد اللي هو كلمة الله؟ ليه المسيح الوحيد اللي أطلق عليه لقب المسيح مع أنه اسمه يسوع أو حسب النص القرآني عيسى؟ ليه المسيح الوحيد اللي القرآن ينسب إليه من الأناجيل المنحولة أنه تكلم في المهد؟ ليه المسيح الوحيد اللي صنع هذا الكم من المعجزات، سواء شفاء المرضى أو إبراء الأبرص أو إحياء الموتى أو الخلق من الطين؟ هتقولي بإذن الله، طب الإذن ده ما تعطاش لأي نبي تاني ليه؟ ونرى أنبياء أخر غير المسيح لديهم هذه المعجزات التي كانت تصنع في العلن؟ ليه المسيح الوحيد اللي هو وجيها في الدنيا وفي الآخرة؟ ليه المسيح الوحيد هو من المقربين؟ ليه المسيح الوحيد اللي حي؟ وليه المسيح الوحيد اللي هيجي تاني؟ فضلك أخي المسلم، ده يعني عدة أسئلة بعيدة عن موضوع الحلقة النهاردة، لكن وإحنا في مناسبة احتفالنا بأعياد الميلاد يعني أردت أن أطرح عليك الأسئلة دي، وهذه الأسئلة كلها من داخل القرآن. مش اني بعترف بالقرآن، لكن لان القرآن اورد هذه الامور في حق المسيح. والسؤال اللي بطرحه عليك واتمنى انك تقف مع نفسك وتفكر بطريقة جدية، ليه المسيح الوحيد متميز بكل هذه
الميز وكل هذه الامتيازات، كل هذه الصفات وهذه الألقاب وهذه الأسماء التي لم تأتي في حق شخص آخر سوى المسيح. ما تقوليش كده، ما تقوليش دي حكمة ربنا، ما تقوليش إن احنا مش بنفضل نبي على نبي. كل هذه الردود وكل هذه الحجج مش هتساعدك، مش هتوصلك لحق. كل هذه حجج باهتة، حجج ضعيفة، حجج غير منطقية. لو كان الله لا يفضل نبي على نبي، ما كان المسيح تميز بمثل هذه الصفات والألقاب والأسماء والأعمال، اللي ما فيش أي نبي آخر قدر يوصل إلى المرتبة اللي واصل إليها المسيح. فنفسي تفكر في هذا الأمر. حلقة النهاردة موضوع مختلف، لكن بمناسبة الأعياد الميلاد أردت أن أنا أطرح الأسئلة دي على إخواتنا المسلمين. هطلب من أخونا حسين يصلي في بداية الحلقة، هنصلي لأجل موضوع الحلقة، نصلي لأجل كل أحبائنا وطننا العربي وكل المحتفلين بأعياد الميلاد سواء 25 ديسمبر أو 7 يناير، ونصلي لأجل الرب يحمي بلادنا، ونصلي لأجل إخواتنا المسلمين. لفت انتباهي قبل ما أدي الفرصة لحسين أن هو يصلي، ثلاثة علقوا على الإعلان النازل على صفحة قناة القرمة، ثلاثة مسلمين. الأول اسمه محمد جوزيف زخاري بيقول ربنا يولع فيكم، والتاني أحمد حمدي بيقول لو أنتوا عندكم الجرأة دي ما خلوا شيوخ المسلمين يردوا. أنا بقول لأحمد حمدي يا أهلا بشيوخ المسلمين يدخلوا يتحاوروا معانا ويردوا علينا، والتليفون موجود وبنعطي الفرصة وبنقول يا جماعة ردوا علينا، فندوا اللي بنقولوه، اطلعوا غلطونا، اطلعوا قولوا اللي احنا بنقوله غلط. لو انت عارف يا اخ احمد وانت معلق على البوست بتاع الحلقة تعرف شيخ يدخل يرد علينا، او انت تدخل ترد علينا وتعرفنا ايه هي نعمة الاسلام وتعرفنا الصح من الخطأ، احنا بنرحب بيك. في اخ تاني اسمه ليفيدا لوقا، كاتب برضو طبعا اسم ده استعاري لاسم شخص مسلم، كاتب اللهم لعن هذا الانسان المعفن او النجس او بدل ما تلعنوا فينا وتولعوا فينا وتشتموا علينا وتسبوا علينا وتتهمونا ان احنا بنتكلم في عرض رسولك، احنا بننقل من داخل كتبك، ادخل رد علينا وفند بالكلام بالحجه والمنطق، فند كلامنا واظهر قدام العام وقدام الناس اللي بيشوفونا ان كلامنا غير صحيح، مع ان كل كلمه احنا بنقولها هو كلام من داخل صميم الكتب الإسلامية وكلام يدوب. إحنا كل اللي بنعمله بننقل ليكم اللي موجود جوه كتب الصحاح، سواء كتب الأحاديث السنة سواء في السنة أو الشيعة، وبنطرح عليكم الأفكار والأسئلة ومنتظرين منكم الردود. أخي حسين مرة تانية برحب بيك، وتفضل نبدأ حلقتنا بالصلاة. تفضل. أمين يا رب. شكرا لك أخ أندرو. أيها الرب يسوع المسيح أبونا السماوي يا رب، مبارك اسمك يا رب في كل حين يا رب. شكرا من أجل هذه الأيام يا رب، شكرا من أجل هذه السنين التي نعيشها يا رب، شكرا يا رب من أجل هذه السنين التي نعيشها معك يا رب، ونحن مؤمنين بك يا رب. يا رب أطلب منك أن تباركنا يا رب، وتبارك قناة الكرمة وكل المشاهدين يا رب، وأن تكون هذه الحلقة حلقة أنه تكون باب خير لكل الذين يستمعون يا رب، وأنه يقبلون الكلمة بفرح يا رب ويؤمنون يا رب. يا رب أصلي من أجل العراق يا رب بلدنا يا رب، يا رب أن تحفظه يا رب وتوقف فيه الفتنة يا رب، وتنصر شعبه يا رب على الظالمين والمفسدين يا رب والسراق والمجرمين يا رب إله العظيم، وإلى كل البلدان العربية يا رب أن تحفظها يا رب. دائما بلداننا تنزف يا رب، دائما بلداننا يحكمها من هو أسوأ يا رب، يأتي أسوأ آخر من أسوأ آخر يا رب. يا رب أن تصلح هذه البلدان يا رب، لأن العالم وضع في الشرير يا رب، ولكن أنت يدك أقوى من الشرير. باركهم يا رب واحفظهم في كل حين يا رب، احفظهم من مكائد إبليس يا رب، اجعلهم أن يعرفون الحقيقة يا رب. يا رب ارفع عنهم عمي إبليس الذي وضعه وغشاء إبليس الذي وضع عليهم يا رب، لكن أنت وحدك يا رب قادر على كل شيء يا رب. مبارك اسمك يا رب في كل حين إلى الأبد. آمين. أمين أمين أمين. عنوان حلقتنا النهاردة وموضوعنا اللي بنتناقش فيه وبيدور حواليه طرحنا النهاردة تحت عنوان من يقف وراء مقتل محمد. طرحت بعض الأفكار في الحلقة السابقة، وتمنيت وما زلت أتمنى أن أجد ردود من إخواتنا المسلمين. تابعت بعض التعليقات على الحلقة اللي فاتت، كلها تعليقات خارجية لا تمت بأي صلة من موضوع حلقتنا، وما زلت أطرح
ايضا بعض الاسئله اكررها للمره الثانيه لعل اخواتنا المسلمين يستمعون اليها، ولعل اخواتنا المسلمين يقدروا يدخلوا ويجاوبونا على الاسئله دي. هنشوف فيديو صغير ونرجع اطرح بعض الاسئله وناخد موضوعنا وحلقتنا مع الاخ حسين. خلونا نشوف الفيديو ده. والله هذه المساله يعني هو يقينا سمى النبي صلى الله عليه وسلم، سمته اليهوديه في خيبر لما فارق الحياه شهيدا. هذا كله يعطيك دلاله على ماذا؟ مسموع لي على ماذا يعطيك دلاله؟ على انه هذه الماده الغريبه التي وضعت في فم رسول الله. طيب هنكتفي بالجزء ده. الأحد كانت مادة سمية إذ أثر. هنكتفي بالجزء ده لأن مستمع صوت الفيديو لو أمكن. طيب، من يقف وراء مقتل محمد؟ أجمعت الروايات الإسلامية سواء كانت سنية أو شيعية أن محمد قد مات مقتولا من أثر السم، وهذا هو الثابت لدى جموع المسلمين وعليه اتفقوا، لكنهم اختلفوا على من وضع له السم. وبعد أن أظهرنا روايات السنة والشيعة حول سم محمد في الحلقة السابقة، فيكون موضوع حلقتنا اليوم هو من يقف وراء مقتل محمد. هل قتلته زينب اليهودية كما تقول روايات السنة، أم قتلته عائشة عندما لدته بمساعدة بعض نسائه كما تقول روايات الشيعة، أو هل هناك كانت هناك مؤامرة يقودها محمد، مؤامرة لقتل محمد يقودها أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وكانت عائشة هي الأداة التنفيذ كما يقول أيضا الشيعة؟ في كل الأحوال وبحسب اتفاق السنة والشيعة يكون محمد قد مات مقتولا بالسم. سواء كان هذا حسب روايات السنة أو سواء كان حسب روايات الشيعة، في الأخير محمد مات مقتولا بالسم. بنجد أنفسنا قدام إشكالية ومعضلة مش عارف إذا كان المسلمين منتبهين ليها ولا لا. كان محمد قد مات بالسم، وده نتيجة لروايات السنة والسم التي دسته ووضعته زينب اليهودية. حتى لو كان ده بعد 3 سنين هيكون كلام زينب اليهودية أو زينب بنت الحارث كلام صح، وأكون قد صدقت وتحققت نبوتها أنما قالت له: إن كنت ملك قد أراحنا الله منك، وإن كنت نبيا فيحفظك الله، والله لم يحفظه وأراحه كما قالت زينب بنت الحارث. وإن كان محمد قد مات بالسم نتيجة لمؤامرة قادتها عائشة وحفصة، سواء بتحريض من أبويهم كما يقول الشيعة أو سواء من تلقاء نفسها فعلت هذا عائشة. لكن خلينا ننتبه لشيء مهم جدا، أن محمد أوصى المسلمين أن يأخذوا نصف دينهم من عائشة، ففعلت عائشة أنها دست السم حسب روايات الشيعة تكون عائشة بهذه الطريقة قاتلة. وفي نفس الوقت عائشة عندما سئلت من لدني قالت عمك العباس أو أسماء بنت عميس أو من هنا من الحبشة، تكون عائشة أيضا كاذبة. فإن كانت روايات الشيعة أو اتهام الشيعة لعائشة صدق، فتكون عائشة في هذه الحالة هي المذنبة وهي كاذبة وقاتلة. والسؤال اللي بوجهه لإخواتنا المسلمين: كيف تقبلون روايات روتها عائشة أو جاءت عن عائشة وعائشة في نظر الشيعة هي قاتلة وكذب؟ خلاصة القول: سواء كانت روايات السنة أو كانت روايات الشيعة، محمد مات مقتولا بالسم. فمن يقف وراء مقتل محمد بالسم؟ هل زينب بنت الحارث اليهودية؟ أم عائشة بتحريض من أبو بكر وعمر؟ أم عائشة من تلقاء نفسها؟ أم كانت هناك مؤامرة وانقلاب حدث في بيت محمد قاده بعض صحابة محمد للتخلص منه والاستمرار في الملك الذي ابتغوه؟ تابعونا، ده موضوع حلقتنا
ودي بعض الافكار اللي حبيت ان انا اطرحها في بدايه الحلقه. برحب بيك مره ثانيه اخ حسين، تفضل. اهلا فيك اخ اندرو، ربي يبارك حياتك، مقدمه رائعه. ولكن اريد ان اذكر نقطه، انه الاخوه المسلمين وبعض الشيوخ الذين يدعون الرد على المسيحيين في قنوات اليوتيوب او غيرها، وهنا من شاشه قناه الكرمه نوجه لكم دعوه، اذا احد يريد مناظره بهذا الموضوع، من قتل محمد ومن يقف وراء قتل محمد، فتعالوا واثبتوا لنا برهانكم، وتعالوا واثبتوا لنا ان ليس ازواجه او اصحابه من قتلوه. وهنا نتحداكم ان تاتوا وتخرجوا بهذا الموضوع، ولكن لا حياء لمن تنادي. مجرد فقط ردودهم تجدها في على التعليقات على الحلقه، تجدهم فقط يشتمون ويسبون ويهينون وينقصون من كرامه الناس، ولا يعرفون الاجابه ولا الرد. لا يمكن 2% من الاخوه المسلمين الذين علقوا هم يتكلمون في صلب الموضوع، ولكن 98% من المسلمين الذين يعلقون يذهبون خارج الموضوع. لماذا؟ لانهم لا يستطيعون الرد ولا يملكون اجابات. ولكن هنا للانصاف، اذا كان احد يملك اجابه فليتصل ويتفق مع الاخ اندرو على الحوار في هذا الموضوع. امين. خلينا نذكر المشاهدين احبائنا اللي ربما يكون فاتهم الجزء الاول من الحلقه. روايات السنه يا اخ حسين بتقر وثابته على ان زينب بنت الحارث هي من هي وراء موت محمد بالسم. تفضل لو تذكر لنا المشاهد او تذكر المشاهد بالجزء الاول ده، وبعد كده نحط اشكاليات حوالين روايات السنه، وبعد كده نتكلم عن روايات الشيعه. تفضل. بالنسبة يا أخ أندرو، فعلا تقول روايات السنة أن زينب بنت الحارث اليهودية هي من سمت محمد، ولكن روايات السنة لم تقول أنها هي من قتلت محمد. هناك فرق. تقول روايات السنة أن زينب بنت الحارث قد أعطى السم لمحمد، وهناك روايات من السنة تقول أن محمد نهش منها نهشة يعني بسيطة، وروايات تقول أنه لم يأكل أصلا، والروايات التي تقول لم يأكل موجودة كثيرة بكثرة. الذي أكل هو بشر بن البراء صاحب محمد، ومات بشر بن البراء بعد أكله السم. فروايات السنة لا تقول إن سم زينب بنت الحارث هو من قتل محمد، إنما يقولون إن زينب بنت الحارث أعطت لمحمد السم ونجاه الله منه. وأما قولهم إن محمد قتل بسم عائشة بسم زينب، فهو قول عائشة هي التي قالت في حديث آحاد، حديث غير متواتر وحديث لا يثبت صحته من ناحية المتن، لأنه لا يوجد إثبات عليه إلا فقط كلام عائشة التي ماذا قالت؟ قالت قال رسول الله في مرضه الذي كان فيه ما لا أزال أجد أثر السم الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطاع الأبهر مني. فهذا كلام عائشة هي التي روته، لم يرويه أحد آخر ولم يقال أحد. وحتى رواية عبد الله بن مسعود الذي حلف تسعا بأن محمدا قتل مقتولا لم يقل من الذي قتل محمد. فروايات السنة لا تقول من هو الذي قتل محمد، تقول إنه مات في مرضه، وهنا واليهودية زينب بنت الحارث سمته، يقول إنه زينب بنت الحارث هي من أعطته السم يعني، ويقولون إنه في مرات أكل ومرات لم يأكل. فلا يوجد دليل على من قتل محمد من إنه زينب بنت الحارث هي من قتلت محمد. ولكن هنا الرواية ماذا تقول؟ لاحظوا، لأثبت كلامي، في حديث 5441 حدثنا قتيبة عن سعيد عن هذه العنعنة الطويلة عن أبي هريرة إنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة، فإلى حوض قوله فهل أنتم صادقين لما جمع اليهود، فقالوا نعم يا أبا القاسم، فإلى آخره. وقال لهم فهل أنتم صادقين إن سألتكم، فقالوا نعم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما، فقالوا نعم. قال ما جعل حملكم على ذلك، فقالوا أردنا إن كنت كذابا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. فإن كان محمدا مات بسم زينب بنت الحارث، إذا محمد كذابا واستراحوا منه كما قالوا له. فهذا تناقض في عقيدة السنة. والرواية الأخرى عن أنس قال إن امرأة يهودية أتت محمدا
بشاة مسموم فأكل منها فجيء بها إلى محمدا فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك، قال ما كان الله ليسلطك على ذلك، ما كان الله ليسلطك على ذلك. رواه البخاري حديث 2474 وصحيح مسلم 2190. فإذا هنا بدلالة واضحة في حديث صحيح مسلم أن محمد يقول لها ما كان الله ليسلطك على ذلك، يعني يا زينب بنت الحارث لا تستطيعين قتلي. فهذا حديث البخاري وهو أصح من الحديث الذي قبله. فهنا ثبتنا لكم أن محمد لم يموت بسم زينب بنت الحارث، وإلا إن كان قد مات بسم زينب بنت الحارث، فزينب بنت الحارث قالت له أردنا إن كنت كذابا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. فبالطبع إذا كان مات محمدا بهذا السم فهذا أضره، إذا إن كان نبيا لم يضره، إذا محمد ليس نبي لأن السم قد أضره، وأيضا إن كان كذابا نستريح منك، وفعلا قد استراحوا منه. ومحمد في وفاء في مرضه صعد المنبر وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهنا دليل أن محمد لا زال يكره اليهود ويحقد عليهم. إذا كانوا هم من قتلوه، إذا محمد لم يكمل رسالته بعد، لأنه قال اخرجوا اليهود من جزيرة العرب، وهو مات قبل أن يخرجوهم جميعا على حد زعم رواة المسلمين. فإذا هذا ماذا يدل لكم؟ يدل أن محمدا إن كان مات بسم زينب بنت الحارث فقد قالت له إن كنت كذابا نستريح منك، إذا استراحوا، وإن كنت نبيا لم يضرك. فالسم بالطبع قد أضر محمد، إذا محمد ليس نبي بل كذاب حسب معتقد السنة وحسب رواياتهم هذا. أما الرواية الأخرى مال أنس فقال لها لزينب بنت الحارث محمد ما كان الله ليسلطك على ذلك، يعني الله ما يسلطك على أن تقتليني. إذا كيف قتلت زينب بنت الحارث؟ إذا هناك شخص آخر هو من قتل محمد وليس زينب بنت الحارث. لدي فكرة بسيطة، رواية عائشة ماذا قال حديث لددنا رسول الله، هذا آخر حديث وأتوقف في هذه المداخلة، ماذا يقول؟ وروى الحاكم عن عائشة قالت إن رسول الله كانت تأخذه الخاصرة، يعني هنا عائشة ساعة تقول إنه تأخذه الخاصرة فتتشدد به، وكنا نقول أخذ رسول الله عرق الكلية ولا نهتدي أن نقول الخاصرة، أخذت رسول الله يوم اشتدت به حتى أغمي عليه وخفنا عليه وفزع الناس إليه فقلنا إن به ذات الجن فلددناه، ثم سرع الرسول الله وأفاق فعرف إنه قد لب ووجد أثر ذلك اللب فقال أظننتم إن الله سلطها علي؟ لاحظ ماذا يقول، أظننتم إن الله سلطها علي؟ فهنا محمد ماذا يشك؟ يشك بأنهم يريدون أن يسموه ويدسوا له سم كما فعلت له زينب بنت الحارث ولم يأكل من سمها. فهذا دليل أن محمد كان يشك بأزواجه أنهن قد يعطنه السم، وهذا طيب. حديث صحيح مضبوط. هرجع لك عشان نثبت بالدلائل الكلام اللي انت قلته. هستأذنكم نعيد مرة تاني الفيديو أو رقم اللي هو المقدمة رقم واحد عشان نشوف الشيخ بيقول ايه السني عن الكلام اللي قاله الأخ حسين، عشان في ناس كاتبين احنا أول مرة نسمع الأحاديث دي، لا اسمعوا من فم شيوخكم عشان يكون الكلام حكم عليكم. والله هذه المسألة يعني هو يقينا سمة النبي صلى الله عليه وسلم، سمته اليهودية في خيبر لما جاءته بذراع شاة وقدمته له صلى الله عليه وسلم فنهس منها نهسة ثم لفظها فقال وضعت سما في الشاة؟ قالت نعم. فارق الحياة شهيدا. هذا كله يعطيك دلالة على ماذا؟ على ماذا يعطيك دلالة؟ على أنه هذه المادة الغريبة التي وضعت في فم رسول الله في اليوم السابق يوم الأحد كانت مادة سمية أثرت كل هذا التدهور الصحي فجأة، بحيث النبي ما طول يوم أمين. واحد إلا واستشهد. هكتفي بالجزئين دول. احنا شفنا طبعا عرض الشيخ السني وشفنا الأحاديث اللي قالها الأخ حسين.
لو اسمح، لو الايباد متواصل نقدر نشوف الحديث ده واضعه قدام المشاهد عشان ما حدش يقول ان الاخ حسين جاب اي احاديث من عقله او من دماغه. حديث رقم 2617 في كتاب الهبه وفضلها والتحريض عليها. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي، لو يقدر الحديث يبقى مع أن يهودية أتت النبي بشاة مسمومة فأكل منها، فقيل قالوا لمحمد ألا نقتلها؟ قال لا. أنس بيقول ايه بقى؟ بيعلق بيقول لي أنس بن مالك، مع أن أنس كان صغير وقت محمد، فما زلت أعرفه في لهوات رسول الله. لهوات، اللهوات أو اللهو هي الجزء اللي هنا في الفم في الحلق من جوه. أنا عايز أعرف أنس ده كان قاعد ومحمد فتح بقه باستمرار وأنا شايف لهوات محمد من جوه اللي هو الجزء الصغير اللي عنده لعاب كده، وشايف اثر السم يقول كده فما زلت اعرفها، اعرف اثر السم او القطعه اللي اكلها محمد في لهوات رسول الله. يا جماعه انتوا بتقروا ايه؟ هو انس قاعد وكل شويه يقول له يا رسول الله افتح فمك واشوف في لهوات رسول الله اثر السم، هو انتوا بتقروا ايه؟ يعني انا عايز اعرف انتوا بتقروا الاحاديث كده وخلاص؟ فما زلت اعرفها في لهوات رسول الله. العباد واصل الحديث هيكون معروض على الشاشة أهو، حديث 2617. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعب عن هشام عن زيد، شعب عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن يهودية أتت النبي بشاة مسمومة فأكل منها، فقيل ألا نقتلها؟ قال لك لا. في حديث تاني قتلها قصاص لموت البشر بن البراء. قال أنس بيقول إيه؟ قال لا. أنس بيعلق بقى فما زلت أعرف وأعرف أثر السم في لهوات رسول الله. أنا بصراحة لما قريت الحديث ده، والحديث ده مروي بكذا طريقة، لما قريت الحديث ده يعني بصراحة وقفت قدامه. يعني إيه أنس يقول ما زلت أعرفها في لهوات؟ وزي ما قلت اللهوات جزء هنا، جزء في الحلق من جوه خالص. لو أنت عملت بحث على كلمة لهوات هتلاقي جزء في الحلق من جوه. يعني محمد مطلوب منه يفتح بقه على الآخر خالص وانس يطل جواه ويشوف اثر السم يا رسول الله ما زال موجود، ما زلت اعرفها في لهوات رسول الله. تخيلوا انتوا بتقروا ايه وبتسمعوا ايه. طيب هناك اجماع من السنه ان محمد مات بعد 3 سنوات من اكله من الشاة المسمومه اللي سمتها زينب بنت الحارث. اسمحوا لي اقرر على مسامعكم الاسئله اللي قالها أخويا حسين ونرجع نستكمل موضوع حلقتنا. أسئلة وفكر فيها، شوفها منطقية، شوفها مش مقبولة، شوفها أي، بس أنا هطرحها عليكم. السؤال الأول، لماذا لم تتكلم النعج أو ذراع النعج قبل أن تمتد يد محمد وصحابته للأكل منها وقالت أنا مسمومة وأنقذت من مات بسبب الأكل منها؟ ليه انتظرت انتظر ذراع النعجة لحد ما محمد كل؟ ليه ما سبقش وهو ما قاعدين والشات اتحط قدامهم وراحت النعجه اتكلمت قدام الكل قدام الحاضرين يا رسول الله انا مسمومه ما حدش ياكل والراجل انقذ بشر بن البراء؟ 2، لماذا تكلمت النعجه بعد ان شبع الناس منها اكلا وكانت نتيجه ذلك موت البعض منهم كما ذكرت الروايات ومن ضمنهم محمد نفسه الا الله قال له والله سيعصمك من الناس فيما بعد، ومحمد نفسه قال لعائشه انه ما زال يرى أو يشعر بأثر السم التي سمته بها زينب اليهودية؟ رقم 3، لماذا لم تنطق الشاة أيضا لبشر بن البراء زي ما نطقت لمحمد وتركته يأكل ويموت، ولماذا لم ينقذه محمد من الموت؟ رقم 4، إن كان المسلمون يدعون أن لمحمد معجزات فلماذا لم يقيم بشر من الموت كما شهد القرآن عن المسيح أنه يقيم من الموت؟ ليه ما عملش كده محمد وتبقى معجزة قدام الكل؟ رقم 4، أين دور جبريل الذي كان في خدمة محمد يأتي له للزواج والطلاق طالع نازل يجوز ويطلق؟ لماذا لم يخبره أن المرأة قد وضعت سم في الشاة؟
ولماذا تركوا جبريل يأكل هو وصحابته؟ رقم 6، إن كان ذراع شاة تكلم كما ادعى محمد ونقل عنه صحابته، فلماذا لم يذكر القرآن هذه المعجزة؟ ولا سيما المعجزة دي تمت بعد غزوة خيبر في سنة 7 هجرية، يعني كان في قرآن تاني زي ما بيقولوا بينزل على محمد، ليه القرآن ما دي معجزة كبيرة يا جماعة، ليه القرآن ما ذكرش إن ذراع الشاة تكلم لمحمد؟ ليه بس في الروايات اللي روتها عائشة وأنس بن مالك؟ ولماذا لم نجد أي أحد من اليهود الذين كانوا حاضرين لهذه الوليمة بما فيهم المرأة نفسها زينب قد أسلموا نتيجة لهذه الواقعة والمعجزة اللي حدثت قدامهم حسب روايات عائشة وأنس؟ رقم 7، هل من الذكاء أن يذهب محمد ليلبي دعوة غزاء عند اليهود وهو كان قد حاصرهم في خيبر وقتل الكثير منهم، ومن القتلى كان أهل زينب، يعني يقتل أهلها وجوزها وأبوها وعمها وفي الآخر يروح يتغدى عندها؟ بصراحة لو واحد عمل كده يعني يبقى عنده مشكلة في عقله. رقم 8، هل كذب محمد على إلهه فكانت زينب بنت الحارث اليهودية هي يد الله التي عاقبت محمد على كذبه كما جاء في سورة الحاقة 46، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين؟ إيه هو الوتين ده يا جماعة؟ الوتين ده عرق في القلب اللي هو قال عليه محمد الإبهر. وأيضا لقد وعد رب محمد أن يعصمه من أذى الناس، والله يعصمك من الناس، فلماذا لم يعصمه من محاولة السم هذه؟ واحد هيقول لي زي عبد الله رشدي عليه عنده فيديو يقول لك الرب عصمه لمدة 3 سنين لحد ما جاء أجله فسمح أن يموت بالسم عشان يكون شهيد. شوفوا اللعب والمحاورة. طب ما يموت شهيد جوه الحرب، ما يموت شهيد جوه غزوة، ليه موت شهيد فطيس من سم؟ وفين العصمة هنا؟ هو العصمة انه الهه وقف مفعول السم 3 سنين وبعد كده حرك مفعول السم وساب محمد يموت، وانتوا بتكلموا عقول بتقبل ايه؟ هو ده كلام منطقي يا عبد الله رشدي؟ كيف ترك اله محمد ان فكرة المرأة تنجح عندما قالت له ان كنت ملك اراحنا الله منك؟ فراح والله. رقم 9، هل بذلك يكون أن محمد قتل نفسه بأكله من الشاة بعد تحذير وتنبيت الشاة له فحق عليه العذاب في الدنيا والآخرة؟ العذاب في الدنيا إبهره كان بينقطع، الألم الشديد، والعذاب في الآخرة رايح لمصيره. رقم 10، هل مات نبي الإسلام مقتولا بإرادة الله؟ هتقول لي آه، يبقى مش بإرادة الله، ده بإرادة زينب بنت الحارث. هل زينب بنت الحارث كانت أداة الله للانتقام من محمد؟ وإن كان مات بغير إرادة الله، أين الوحي؟ أين جبريل؟ أين الملائكة؟ خلاصة القول، محمد مات مقتولا بالسم حسب روايات السنة وروايات الشيعة. نرجع لروايات الشيعة، قصدت إن احنا نفند ونضع 11 سؤال فيهم إشكاليات، أتمنى من إخواتنا المسلمين يردوا علينا، وأتمنى من الأخ اللي كاتب لنا على التعليق يقول اتصلوا بشيوخ الأزهر، احنا فاتحين التليفون لشيوخ الأزهر والسنة يردوا علينا على ال 11 سؤال. ارجع مره تانية ليك يا حسين، شفنا ان روايات السنه بتقر انه محمد مات من اثر السم زينب بنت الحارث، وروايات الشيعه بتقول ان محمد مات نتيجه ان عائشه لدته في مرضه. اتفضل. نعم يا اخ اندرو، بالنسبه للاخ اللي يكتبون في التعليقات الخط موجود لخط القناه، فليتصلوا شيوخ الازهر ان كانوا صادقين ولياتوا ببرهانهم. روايات السنة حول مقتل محمد بيد زينب بنت الحارث فهي في حد ذاتها عار عليهم، وفي حد ذاتها تثبت غباء من كتبوا هذه الروايات، وهم أمام كارثة فعلا. يعني زينب بنت الحارث قالت له إن كنت كذابا استرحنا منك، وإن كنت نبي لم يضرك، فبالتالي هذا السم قد أضره، لأنه يقول وجدت فيه انقطاع أبهري، فهذا السم إذن قد أضر محمد، إذن كان ليس نبي، لأن زينب قالت تحدته، يعني مثل ما تقول عملت معاه مباهلة، فزينب بنت الحارث قد انتصرت في المباهلة، لأن مباهلتها مع محمد قالت إن كنت نبي لم يضرك، ولكن محمد ليس بنبي لأن السم هذا قد أضره، وقالت له إن كنت كذابا استرحنا منك، وفعلا قد استرحوا منه لأن محمد ظهر ليس بنبي وليس بصادق. فهذا يثبت لنا بروايات السنة حسب ما أقروا عليهم فقد قتلوا أنفسهم بهذا، ولكن ينطبق عليهم المثل الذي يقول
يكاد أن يقول المريب خذوني، فها هم يكشفون أنفسهم بأنفسهم ويثبتون على أنفسهم كذب هذا الدين وبطلانه. يعني عقيدة هشة لا يستحون من الكذب، دين مبني على الكذب ومبني على الخرافات ومبني على التناقضات. هذه روايات السنة طرح الأخ أندرو أكثر من 10 أسئلة، فإن لا أحد يستطيع الجواب عليها ولا أحد يستطيع الرد عليها. ولكن يا أخ أندرو، ثق واعتقد وصدق ما أقول لك، إن هؤلاء مثلا الشيخ علي جمعة وعثمان الخميس وغيرهم اللي عرضتهم في الفيديوهات، هؤلاء معتقدين بهذه الاعتقادات صار لهم 50 سنة أو أكثر. ولكن بما أنك اليوم قد بينت لهم الحجة وقد أفحمتهم بالحجة، تعرف إذا اتصلوا ماذا يقولون لك؟ إذا اتصلوا يقولون لك هذه الأحاديث ليست بصحيحة، ونحن لا نتبع هذه الكتب، نتبع القرآن فقط، وهذه كتب السير وكتب الأحاديث منها الصحيح ومنها الخطأ، وربما هذه أحاديث خاطئة. ولكن هو في حد ذاته في داخله هو يعتقد بهذا المعتقد، ولكنه لا يستطيع أن يجيبك، فيبدأ بأن ينكر دينه. دائما المسلم لما تبين له الحقائق وتضع الدلائل أمامه ينكر دينه وينكر كتبه ويلجأ إلى التبرؤ منها، دائما يتبرأ من كتبه. لماذا؟ لأنه لا يستطيع الرد والإجابة. انتهى موضوع سوق زينب بنت الحارث. إذا شئت أن ننتقل لموضوع مقتل محمد على يد أزواجه. تفضل، ننتقل لمقتل محمد على يد أزواجه حسب روايات الشيعة. تفضل. أحسنت، حسب روايات السنة. لنرى الآن من مثلا بداية حسب روايات السنة وروايات عائش. تقول عائش وروى في كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم النسابوري، يقول عن عائشة إن رسول الله كانت، هذا الحديث قرأته قبل قليل، قالت تأخذه الخاصرة وكنا نقول عرق الكلية. يعني عائشة تقول مرة الخاصرة ومرة عرق الكلية، ولا نهتدي أن نقول الخاصرة. أخذت رسول الله فتشددت به حتى أغمي عليه وخفنا عليه وفزع الناس إليه فقلنا إن به ذات الجن. هنا وضعت في حديث واحد 3 أمراض لمحمد، ذات الجن. فلددناه ثم سري عن رسول الله فعرف إنه قد لد ووجد أثر ذلك اللد، فقال أظننتم إن الله سلطها علي؟ كان جواب محمد كما جواب زينب بنت الحارث، أظننتم إن الله سلطها علي، يعني أظننتم إن الله سلط الميتة علي بالسم؟ لا والله، فسلطها علي، ما كان الله ليسلطها علي، والذي نفسي بيده لا يبقى في البيت أحدا إلا لد إلا عمي. هذا في مستدرك الوسائل الجزء الرابع الصفحة 203. إذن أين المعشر المبشرين بالجنة؟ أين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ أين خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء؟ أين عائشة يأتي للوحي في لحاف عائشة؟ أين هذه الأكاذيب التي سطرتموها لعائشة؟ وهنا محمد يشك في أزواجه ويشك فيهم، وهذا حديث صحيح. أتحدى أي شيخ من شيوخهم أن ينكر هذه الأحاديث. هنا ماذا قال لها؟ أظننتم إن الله سلطها علي، يعني الميتة بالسم، كما قال لزينب بنت الحارث قبلها. فلماذا تكذبون على الناس وتسطرون أحاديث لتمدحون بها سادتكم وهي غير صحيحة؟ من كتب هذا الدين؟ من كتب هذه السير؟ من كتب هذه القصص التي إلى الآن إلى الناس تعاني منها؟ كتب شيطانية كلها كذب وخرافات وأساطير وتناقضات، لا تعرف الصحيح من الكذب، لا تعرف الحقيقة من الخيال. لماذا تضحكون على الناس؟ اتقوا الله، اتقوا الله يا شيوخ، واعطوا للناس الحقيقة، اعطوا الناس الحقيقة لكي يفهموا. ولكن لا حياء لمن ننادي، لأنكم مترزقون على هذه الخرافة، لأنكم تترزقون على جهل الأمم، سامحكم الرب. أمين. هنا ماذا يقول؟ نعم يا أخي أندرو، تفضل. نعم، هنا الحديث القبله، هذا حديث المستدرك، وهنا بالاتهامات الموجهة لعائشة. وعن حديث عائشة قالت لددنا رسول الله في مرضه وجعل يشير إلينا أن لا تلدوني، فقلنا كراهية المريض بالدواء. إن كان إن كنا هن أزواجه يريد أن يعطنه دواء لكي يشفى، لماذا كان لا يريد هذا؟ نريد أن نفهم
فقلنا كراهية المريض بالدواء. فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تلدوني؟ قلنا كراهية الدواء. فقال صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم أحدا إلا لد، وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. صحيح البخاري صفحة 42 وصحيح مسلم جزء السابع صفحة 42 وغيرهما كثير. وهذه أحاديث صحيحة. لماذا محمد قال العباس لم يشهدكم؟ لأن عائشة رمت التهمة على العباس، فقالت إن العباس ابن عبد المنطلب هو الذي لد محمد، وهنا محمد قال لا العباس لم يلدني أنتم اشربوا، فأشرب نساءه من هذا اللد الذي وليس منه، لأنه وليس من هذا الدواء الذي شربه، ولأنه قد شربه ونام مغمي عليه، فأكيد بدلوا هذا الدواء وأعطوه غيره. فهنا محمد يشك في نسائه، يقول لهن ما كان الله ليسلطها عليه، يعني الميتة بالسم. فلا محمد دليل قاطع يثبت لهم أنه لا أنهم يريدون موته بالسم. لكن ما هذه المادة التي شربها محمد في مرضه؟ لنرى كتب الشيعة ماذا قالوا عنها لكي نتبين. عن زينب بنت أم سلمة قالت، لا هذا ليس هذا الحديث، الحديث الآخر، هذا حديث رواية الشيعة عن سم محمد. ماذا يقول؟ عن عبد الصمد ابن بشير عن الإمام الصادق اللي هو جعفر ابن محمد الباقر ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. ماذا يقول؟ يقول جعفر ما يسمى بالصادق قال إنه قال تدرون مات النبي، تدرون مات النبي أو قتل، يعني الآية القرآنية التي تقول ما وما محمدا إلا رسولا قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهنا محمد دليل واضح أنه لو كان فعلا هذا الكتاب من الله لقال لنا هل سوف يموت موتا طبيعيا أم أنه سيقتل. ولكن محمد وضع الخيارين لأنه لا يعلم أنه سيموت ميتة طبيعية أم أنه سيقتل، فوضع الخيارين مات أو قتل. لماذا؟ لكي لا ينكشف كذب كاتب القرآن، لكي لا ينكشف أنه هو هل سيموت موتا طبيعيا أم أنه سيقتل، فوضع الخيارين مات أو قتل. هل الله يضع خيارين مات أو؟ الله لا يضع، الله يعطيك دلائل واضحة. ولكن هذه كتابات تبين أن القرآن كتبه بشر. هنا ماذا يقول؟ قال الصادق أتدرون مات النبي أم قتل؟ يعني هم قارئين الآية والآية لا تحدد هل سيموت موتا طبيعيا أم أنه سيقتل. فهنا الصادق يريد أن يفسر هذه الآية، يقول لهم مات النبي أم قتل؟ إن الله يقول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فسم قبل الموت. لاحظ هذه روايات الشيعة، فسم قبل الموت إنهما سمتاه قلنا إنهما وأبويهما شر من خلق الله، أي عائشة وحفصة. هنا في تفسير هذه الآية أفإن مات أو قتل، تفسير العياش الجزء الأول صفحة 200، فهذا دليل يثبت لنا إن المادة التي شربها محمد على يد عائشة هي سم كما قال الآن جعفر الصادق. وجعفر الصادق كل رواياتهم هي عن ماذا؟ رواياتهم عن علي بن أبي طالب، لأنه يقول حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله، وحديث رسول الله حديث الله. لاحظ ما هؤلاء كيف يؤلهون أنفسهم. الكلام اللي أنت بتقوله بس عشان المشاهد يكون متابع معنا، الكلام اللي قاله الأخ حسين جاي في كتاب التفسير للعياشي كتاب لدى الشيعة، بيقول في صفحة 342 791 على 152 عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله قال أتدرون مات النبي أو قتل؟ إن الله يقول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فثم، ده كلام أبي عبد الله قبل الموت، إنهما يقصد عائشة وحفص سقطاه سم يعني، فقلنا انهما وابواهما شر من خلق الله. ده الحديث واضح وظاهر على الشاشه عشان ما حدش يقول ان الاخ حسين بيجيب حاجه من عقله. حديث جاي ايضا في بحر الانوار، برضو كتاب بحر الانوار 22 عن عبد الصمد بن بشير عن عبد الله قال
أتدرون مات النبي أو قتل؟ إن الله يقول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فثم قبل الموت إنهما سقطاه فقلنا إنهما وأبوهما شر من خلق الله. يعني في كتب الشيعة سواء في بحر الأنوار أو كتاب التفسير للعياشي بيقول إن عائشة وحفصة سمتا محمد بالسم. تفضل يا أخي حسين. أخ أندرو، وأيضا رواية أخرى من كتب الشيعة تثبت لنا أن عائشة وحفصة وأبي بكر وعمر هم من قتلوا محمد، كما روى عن علي بن إبراهيم القمي. هذا علي بن إبراهيم القمي هو عاصر اثنين من أئمة الشيعة، هم علي الهادي والحسن العسكري، آخر الأئمة، الإمام العاشر والإمام الحادي عشر، فهذا من الثقات عند الشيعة. وكذلك قال عنه الشيخ أبو القاسم الخوئي في معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 50 قال إن كل ما ورد وكل رجال علي بن إبراهيم القمي ثقات، فدليل إنه علي بن إبراهيم القمي قال يشهد بوثاقة من شهد علي بن إبراهيم القمي. هذا كلام يثبت لنا أن علي بن إبراهيم، لا يقول أحد من الشيعة أنه هذا التفسير غير معتمد، لا. أبو القاسم الخوئي الذي مات قبل 20 سنة تقريبا، هذا الرجل هو من يسمى زعيم الطائفة الشيعية، وعلي السيستاني ومحمد باقر الصدر وهؤلاء كلهم تلاميذ هذا الرجل. فهذا المرجع الشيعي يقول يحكم بوثاقة كل من شهد علي بن إبراهيم في كتابه معجم رجال الحديث صفحة 50. هنا ماذا يقول علي بن إبراهيم القمي في تفسيره؟ إن رسول الله محمد قال لحفصة في مجريات قصة التحريم لما حرم على نفسه ماريا، لما وجدته حفصة يزني بماريا في بيت حفصة، فلما وجدته يزني أرادت أن تفضحه فقال لها لا تفضحيني وأنا أحرم ماريا على نفسي. فبعدما حرم ماريا على نفسه هنا في القصة بعد 3 أيام أنزل القرآن يقول ليخوف نساءه، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك وتبتغي مرضات أزواجك. فهذه القصة يذكرونها بالتفصيل. وبالآخر ماذا يقول؟ يقول قال لها عمر إن كان هذا حقا فأخبرينا حتى نتقدم فيه لكي نجهز عليه سريعا. لاحظ عمر قال لابنته حفصة لنجهز عليه سريعا. من يجهزون على ماذا؟ يجهزون على محمد. وسنثبت لاحقا الآن في هذه الحلقة إن شاء الله إن أبا بكر وعمر وعثمان أرادوا قتل محمد من كتب السنة وليس من كتب الشيعة. سنثبت طيب. من كتب هرجع السنة. لك تفضل. بس أخان تمسك بالرواية فقال نجهز عليه سريعا، فقالت نعم. قال فاجتمعوا 4 على أن يسموا رسول الله، عائشة وحفصة وأبويهما. تفسير القم الجزء الثاني صفحة 376 هذا يثبت لنا أن عائشة وحفصة أن من قتلنا محمد حسب اعتقاد الشيعة. طيب هنرجع ليك يا أخ حسين، هناخد تليفون من الأخت فريال وبعد كده نرجع للفيديو بتاع الشيخ ياسر حبيب رقم 5 وبعديه 6 عشان نشوف الكلام اللي بيقوله الأخ حسين مؤيد من كتب الشيعة أيضا زي ما عرضنا الأحاديث والكتب نشوف الشيوخ الشيعة بيقولوا ايه. خلينا ناخد تليفون الأخت فريال. أخت فريال سلام مسيح. ألو أخ أندرو سلام ونعمة المسيح معاكم على الأخ حسين والرب يبارك حياتكم. ربنا يبارك. أخي العزيز أندرو، المسيح له كل المشقلة بسبب يطار، لأنه ليس شيء خفي لا يطار ولا صار مكتوما إلا ليعلن. أخي أندرو الرب يباركك ويحفظك من كل شر. حضرتك وضعت الإسلام تحت المجهر وبينت بالحقيقة والبرهان الخفايا اللي كانت مخفية واللي ما كنا نعرفها. أخ أندرو دائما كنا درسنا في المدرسة أنه محمد مات بالحمى، صابته حمى ومات، لكن ما كنا نعرف هذه الخفايا. فأنا أصلي أن الرب يرحم الأخوة المسلمين ويعرفون المسيح المخلص له كل المجد، يسوع الذي يخلص شعبه من خطاياهم. أشكرك أخي أندرو والرب يحافظ عليك. شكرا أختي فريال. خلينا نشوف ياسر حبيب بيقول إيه ونرجع نستكمل موضوعنا من يقف وراء مقتل محمد. شوف الفيديو. الحديث الآخر أيضا في هذا المعنى في مسند أحمد
رقم الحديث 23709 عن عبيد الله بن عبد الله أيضا عن عائشة: لددنا رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه فأشار ألا تلدوني. قلت، هنا لاحظ اللفظ، في الرواية الأولى فيها لفظ قلنا، قلنا كراهية للدواء، كراهية للدواء، زين. أما هنا اللفظ يقول قلت، فتعرف من عطف الأول على الثاني أن القائل واحد، عائشة فقط. قلت، هي تقول قلت، قلت كراهية المريض الدواء. فإذا اضربوا بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن أن يلد بعرض الجدار ولدوه رغما عن أنفه، فلنلده رغما عن أنفه. فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ قال: لا يبقى منكم أحد إلا لد غير العباس، فإنه لم يشهد كن. هنا أيضا دقق، اللفظ الأول في البخاري، والرواية هي الرواية، ترى ماكو غيرها، الرواية عن عائشة وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عائشة. صار واضح؟ دققوا في المسألة، الرواية هي الرواية، الألفاظ تتغير، المحقق يحتاج أن يرجع الألفاظ إلى أصولها بالمقابلة، لما يقابل بين ألفاظ الروايات. في اللفظ الأول: إلا العباس فإنه لم يشهدكم، شنو معنى أكو رجال ونساء؟ اللفظ الثاني: فإنه لم يشهدكن، شنو معنى أكو بس نساء، فقط إناث، فقط إناث. وهنا مربط الفرس الذي قام الشيخ ياسر حبيب، وكل هذه الروايات سواء جات في مسند أحمد أو في صحيح البخاري. والمشكلة في الروايات زي ما قال حسين، إن الرواية جات إنه عائشة بتقول لددنا، وبعد كده لددت، يعني هي لددنا بصيغة الجمع، بعد كده بتقول قلنا بصيغة الجمع، وبعد كده بتقول قلت كراهية المريض للدواء، وبعد كده بتقول قال لا، يعني لا يكن أحد في البيت غير العباس فإنه لم يشهدكم ولم يشهدكن. اختلاف الروايات دي بالصيغة دي دليل على أنه أولا كان في نساء كتير واقفين، حاجة تانية عائشة هي اللي كانت بتقود المشهد وهي المتصدرة المشهد، رقم ثلاثة أن محمد كان متخوف من نسائه وخايف أن هم يوضعوا له أي شيء، ولهذا قال لهم قدامي أو أمام نظري جميعكم تلدوا أو كله اتحط نفس العلاج والدواء اللي انتوا حطيته ليا، وبعد كده استثنى شخص واحد اللي هو العباس. أرجع ليك يا حسين، بتقول أنه كان هناك اتفاق ما بين عمر وأبو بكر من التخلص من محمد، تفضل. نعم يا أخ أندرو، هناك اتفاق. قبل أن أدخل في موضوع أنه لماذا الشيعة اتهموا عائشة بقتل محمد، أريد أن أبين هذه المسألة وهذه أنه أبا في حادثة العقبة سريعا، تفضل. لما أو بإرسال سرية حادثة العقبة، حادثة العقبة، محمد لما خرج إلى تبوك عاد محمد بالجيش، لما عاد محمد بالجيش ماذا يقول هنا في كتب السنة؟ ونريد أن نعلم أين هذه الأخبار، نريد أن نعلم في الكتاب. قال ابن حزم في المحلى بالآثار لابن حزم، كتاب المحلى بالآثار لابن حزم، ماذا يقول؟ قال: إنه روى الوليد بن جميع أخبارا، الوليد بن جميع روى أخبارا فيها إن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وإلقائه من العقبة في تبوك. المحلى بالآثار لابن حزم الجزء 12
صفحة 224 وصفحة 60. هذا ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد ابن سعيد ابن حزم الأندلسي القرطبي المتوفى سنة 456 هجرية. فنريد أن نسأل أخوة شيوخ السنة وليس العوام والجهلة، لأنهم العوام لا يعرفون هذه الأخبار التي يرويها. نريد أن نسأل الشيوخ، أين هذه الأخبار؟ لماذا أخفيتموها؟ أين الأخبار التي تقول إن أبا بكر وعمر وعثمان أرادوا قتل النبي في العقبة كما روى الوليد بن جميع؟ والوليد بن جميع له أحاديث وهو من رجال مسلم وله أحاديث كثيرة، فأين هذه الأخبار التي وردها الوليد بن جميع في كتاب المحلى بالآثار لابن حزم؟ لا نعرف أين هذه الأخبار، قد أخفوها. لكن تذهب إلى أحاديث مسلم في قضية العقبة، ماذا يقول مسلم؟ يقول إن الرسول قال إن 12 من أصحابي منافقين، لا 8 لا يدخلون منهم الجنة أبدا، قال 8 لا يدخلون الجنة حتى يمر الجمل في ثقب إبرة. هكذا يقول محمد إن 8 من هؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يمر الجمل في ثقب إبرة، و12 منافقا هم الذين أرادوا قتلي في العقبة. من هم هؤلاء وما هي أسماؤهم التي ذكرها مسلم وذكرها الهيثمي وغيره؟ هنا ابن حزم الأندلسي روى أخبار الوليد بن جميع أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء 3-4-5 من هؤلاء 12 من هؤلاء هم من الصحابة. فنريد أن نسأل لماذا أرادوا قتل النبي؟ فأتسلسل بالموضوع، بعدما أرادوا قتل النبي هؤلاء الصحابة، ماذا فعل محمد؟ جهز محمد سرية أسامة بن زيد، بعدما بعث زيد بن حارث الذي هو كان ابنه وبعثه إلى غزوة موته وقتل وهو وقادة جيشه، منهم جعفر الطيار ومنهم أيضا عبد الله بن رواحة، بعدما دحروا هناك وعاد الجيش خائبا مهزوما، ماذا فعل محمد في وفاته؟ ماذا فعل؟ جهز جيش أسامة بن زيد بعدما أرادوا قتله. ماذا فعل؟ جهز جيش أسامة بن زيد وجعل فيه 6000 من الطلقاء الذين أتوا من مكة بعدما فتحوا، بعدما احتل محمد مكة وغصب الناس على الإسلام، هؤلاء جهزهم جيش وجهز كبار الصحابة. وروت الأخبار أن أبا بكر وعمر وعثمان وهؤلاء كلهم في جيش أسامة، أمر عليهم أسامة الذي لم يتجاوز عمره 17 عاما، وقال له سر حيث مقتل أبي، أرسله إلى نصارى العرب كما يقولون مسيحيين العرب الذين كانوا على حدود الشام والحجاز، فأرسلهم إليهم ولمسيحيين العرب الذي كان يبلغ عدد قبائلهم 100,000. أريد أن أسأل أين هم هؤلاء اليوم؟ أين هذه الشعوب مسيحيين العرب في ذلك الوقت؟ هذا سؤال مستثنى، ولكن هنا نكمل. أرسلهم لصعب، ماذا فعلوا؟ تأخروا. فماذا قال محمد؟ قال لعل الله من تخلف عن جيش أسامة، فقال لهم نفذوا بعث أسامة. يعني شنو؟ حتى لو أنا مريض وكان محمد في مرضه، قال لهم نفذوا بعث أسامة لا تؤخروا. فماذا فعلوا؟ أخروا الجيش ولم يرسلوه، وتوقفوا وبقوا ولم يرسلوا هذا الجيش، حتى محمد قال لعن الله من تخلف عن جيش أسامة كما رواه الزهري ورواه غيره. فلماذا هل محمد يلعن أصحابه؟ هذا السؤال. خلينا نشاهد الفيديو للشيخ علي الكوراني قبل ما نشاهد الفيديو محمد هؤلاء. قبل ما نشاهد الفيديو ده بس أوضح للمشاهد القصة. قصة أن قبل محمد ما يموت بأيام قليلة جدا، تقريبا يعني 4-5 أيام، جهز جيش على رأسه أسامة بن زيد، أسامة بن زيد بن الحارثة. أسامة في الوقت ده كان عنده ما بين 17 سنة ل 20 سنة، في روايات بتقول 20 سنة، في روايات بتقول 17 سنة. أراد أن يبعث أسامة إلى نصارى العرب وإلى الروم في الشمال، وقال له اذهب حيثما قتل أو حيث المكان الذي قتل فيه أبيك زيد بن الحارثة، وقتل أيضا جعفر ابن أبي طالب. محمد وضع على رأس تحت قيادة أسامة بن زيد، وضع مين؟ أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب،
سعد بن أبي وقاص وضع 700 من المهاجرين مهاجرين ومعظمهم من الصحابة الأولى. بالمنطق والعقل محمد هو بيجهز جيش وعلى رأسه شاب لا يتعدى عمره 20 سنة يضع تحت إمرته تحت لوائه أبو بكر وعمر وسعد، يبقى في حاجة. أبو محمد كان عايز يعمل حاجة، هل كان محمد يريد التخلص من أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وقتادة و ولا كان إيه الموضوع؟ الأخ حسين عرض الروايات، وأنا هستأذن نعرض قبل ما أعرض الفيديو اللي طلبه الأخ حسين، أعرض اللي هو فيديو رقم، خلينا نعرض فيديو رقم واحد الجزء الأول في بتاع الشيخ كمال الحيدري وهو بيقرأ الأحاديث اللي قراها حسين، عشان نعرف أنه إحنا مش بنجيب كلام من عندنا، ده موجود في كتب السنة، لأن هناك شيوخ أخر بينكروا أنه أبو بكر كان من ضمن هذا الجيش، ويقولوا أن أبو بكر أم المسلمين في وقت مرض محمد. فأبو بكر كان بيأم المسلمين في وقت مرض محمد، ولا أبو بكر كان من ضمن اللواء والجيش اللي كان على رأسه وقيادته أسامة بن زيد؟ الحقيقة أن كتب المسلمين متضاربة مع بعض، جزء من السنة يقول أبو بكر كان من ضمن الجيش، وجزء من السنة يقولوا لا أبو بكر كان مستثنى. والسؤال اللي بطرحه هنا، محمد أراد أنه يعني يتخلص من صحابته ويبعتهم لجيش في مسافة بعيدة جدا، وعلى راية هذا الجيش أو قيادة هذا الجيش عيل صغير هو أسامة بن زيد، يبقى هل محمد كان عايز يتخلص من صحابته، أم محمد كان بيوسع الطريق لشخص تاني يكون موجود معاه وقت وهو يعلم أن وقت موته قد أتى؟ خلينا نشوف كمال حيدري ونرجع ناخد تليفون ونرجع لأخونا حسين. المورد الأول أعزائي الطبقات الكبرى لابن سعد الذي متوفى سنة 230 من الهجرة، يعني 4-5 قرون قبل الشيخ ابن تيمية. في المجلد أعزائي الثاني صفحة 189 تحت عنوان سرية أسامة بن زيد بن حارثة، يقول لما كان يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة 11 من مهاجر رسول الله، إذا لم يبق بينه وبين رحلة الرسول إلا ماذا؟ أيام. أمر رسول الله الناس بالتهيؤ لغزو الروم، هذا طبيعي باعتبار أن القائد لا يفرق ولو ساعة من عمره أيضا يقوم بمهمته، المهم هذا. فلما كان من الغد دعا أسامة بن زيد فقال السر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل فقد وليتك هذا الجيش، فأغر صباحا على أهل أبنى وأسرع السير تسبق الأخبار حتى لا يصل خبرك إليهم فيستعدون، فإن ظفرك الله ونصرك عليهم فأقلل اللبث فيهم وخذ معك الأدلاء وقدم العيون والطلائع أمامك. فلما كان يوم الأربعاء بدأ برسول الله صلى الله عليه وآله فحم وصدع، بدأ ماذا؟ المرض الذي توفي فيه صلى الله عليه وآله. فلما أصبح يوم الخميس عقد لأسامة لواء بيده عليه أفضل في صراحة. نفس يوم الرزية واقعا التفتوا جيدا، القضية جدا خطيرة. أغزو ثم قال أغزو بسم الله في سبيل الله فقاتل من كفر بالله، فخرج بلوائه معقودا فدفعه إلى بريدة بن الحصيب وعسكر بالجرف خارج المدينة أطراف المدينة، فلم يبقى أحد، التفتوا إلى العبارة احفظوا لي يا أعزائي هذه العبارة سنكررها بعد، فلم يبقى أحد من وجوه المهاجرين الأولين، وجوههم أهل الحل وكبار المهاجرين والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة، انتدبه رسول الله، يجب عليك ماذا؟ الخروج وأن لا تبقى في المدينة، وهذا أمر إلا انتدب في تلك الغزوة فيهم، التفتوا لي أعزائي، فيهم اثنين، فيهم أبو بكر الصديق كما في الكتاب وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص
وسعيد بن زيد اللي هؤلاء خمسة من العشرة المبشرة المعروفة. قادة السقيفة التفتوا لي جيدا. زي ما شفنا الشيخ كمال الحيدري أرى من كتاب طبقات لابن سعد. برجع عليك يا حسين، شفت أن الجيش أسامة مثبت في كتب كتيرة جدا، وعندنا أدلة أكتر أن كان في أبو بكر وعمر، رغم إنكار بعض شيوخ المسلمين أن أبو بكر لم يكن تحت لواء أسامة وهو اللي أم بالمسلمين بالصلاة. فضل. نعم يا أخ أندرو، هذا يدعم فكرة الشيعة بأن هؤلاء لما أرادوا قتل محمدا في تبوك في العقبة أبا بكر وعمر لكي يتسلطوا على الخلافة، فمحمد أراد أن يثأر منهم فأرسل، ومحمد يعني مثل ما لو تبحث في سيرته ترى في عقله نقص، يعني يا أخ أندرو كيف يرسل زيد بن حارثة في 3000 مقابل 200,000 من جيوش الروم؟ فيريد أن يتخلص دائما من أصحابه المقربين، ما أعرف ما هذه هي مشكلته. فأيضا هنا أرسل زيد بن حارثة طفل وأرسل معه كبار الصحابة، فهنا لا غير إلا لشيء، وكان يلح عليهم اخرجوا اخرجوا نفذوا بعث أسامة، فكان يريد أن يتخلص منهم ويقتلهم. لماذا؟ لكي يصفى الطريق لابنته فقط فاطمة، ولكي يضع علي ابن أبي طالب هو الخليفة من بعده كما رفع يده في حجة في غدير خم وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، فأراد أن يعطي الخلافة لابنته فاطمة لأنه تزوج عشرات النساء والجواري لكي ينجبن له أولاد ولكن لم ينجبنه، ففقط فاطمة ابن يقال أنها ابنته هي التي تزوجت علي بن أبي طالب ابن عمه، فهو أراد أن يعطي هذا الملك لابنته من بعده لأنه أبتر لا نسل له. فهذه هي الحقيقة، أرادوا قتل محمد. ولو نشوف الفيديو لعلي الكوراني لماذا أرسلهم راح نفهم. طيب خلينا نشوف فيديو تاني للشيخ، الجزء الثاني للشيخ كمال الحيدري، ونرجع لأن الفيديو اللي قال عليه الأخ حسين مش جاهز. خلينا نشوف الفيديو بتاع كمال الحيدري الجزء الثاني اللي بيقر وبيثبت أيضا من كتب السنة أن في جيش أسامة كانوا هناك أبو بكر وعمر رغم إنكار بعض شيوخ المسلمين. خلينا نشوف الفيديو. المورد الثاني أعزائي، كشف المشكل من حديث الصحيحين للإمام أبي الفرج ابن الجوزي المتوفى 597 من الهجرة، أيضا قبل الشيخ ابن تيمية. تحقيق الدكتور علي حسين البواب الجزء الثاني دار الوطن. أعزائي أيضا بعد أنا ما أطيل الواقعة فقط أقرأ مورد الشاهد. قال في رقم وقال وفي الحديث صفحة 560 وفي الحديث 48 بعد 100 بعث رسول الله بعثا وأمر عليهم أسامة إلى أن قال سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل، فانتدب معه وجوه المهاجرين والأنصار وفيهم أبو بكر وعمر وسعد وسعيد وأبو عبيدة، وجوه المهاجرين والأنصار، ويشار إلى هؤلاء الخمسة باعتبار أنه المعروف أنه هؤلاء من علية القوم من أهل الحل. وجوه المهاجرين والأنصار في جيش صغير على رأسه أسامة بن زيد هيقطع مسافة كبيرة عشان يروح يحارب نصارى العرب والروم، يبقى محمد ووضع فيه محمد وجوه المهاجرين والأنصار بما فيهم أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وغير وغيره، يبقى محمد كان يريد التخلص من أبو بكر وعمر. هل شعر محمد بخطر ما من أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص؟ هل كان محمد خائف من أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص؟ إيه السبب اللي جعل محمد يضع أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص داخل جيش صغير تعداده 6000 يروح يحارب جيش تعداده 100,000؟ على رأس هذا الجيش عيل صغير لا يتجاوز 20 سنة اللي هو أسامة بن زيد. الأسئلة دي اللي طرحها حسين واللي بطرحها ده يخلينا نفكر أن كان في مؤامرة تجرى في داخل أو في أواخر أيام محمد، وكان في خوف بين الطرفين، أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص خايفين من محمد ومحمد خايف من أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص.
في ريب، في نوع من الخوف كان موجود، في نوع من الشك، في نوع من الريبة. عشان كده محمد أراد أن يسبق يتخلص من أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص، لكن الواضح أن أبو بكر وعمر هم اللي سبقوا وتخلصوا من محمد. فضل يا حسين. فعلا أخ أندرو، بما أنه إن وفينا وكفينا في هذا الموضوع، الفيديو غير جاهز لعلي الكوراني، فنشوف الآن ندخل بالموضوع الآخر يا أخ أندرو، لسبب اتهام الشيعة لعائشة بقتل محمد. لماذا اتهم الشيعة عائشة بقتل محمد؟ كما بينت قبل قليل إن روايات الشيعة أئمتهم يعني الصادق والباقر والكاظم إنها يقولون، يقول حديث أبي هو حديثي هو حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي علي بن أبي طالب، وحديث جدي حديث رسول الله، وحديث رسول الله حديث الله. فهؤلاء يثبتون أن روايات الصادق وروايات الشيعة هي عن لسان علي بن أبي طالب. فهنا يثبتون لنا ماذا؟ يثبتون لنا أن علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة كانوا يتهمون عائشة بمقتل محمد، والدليل ما روايته كتب الشيعة. ولنرى، والدليل على ذلك اتهموا عائشة لأن عائشة تكره آل محمد، وإن عائشة من أشد الناس عداوة لآل محمد في كتب الشيعة وفي كتب السنة أيضا. لنرى هذا روايات السنة عن زينب بنت أم سلمة ماذا تقول. زينب بنت أم سلمة قالت: لما انتهى لعائشة قتل علي سجدت لله شكرا. لاحظ، لما انتهى لعائشة قتل علي سجدت لله شكرا وقالت: من قتله؟ فقالوا لها: رجلا من مراد اسمه عبد الرحمن بن ملجم المرادي. فقالت: رب قتيل الله بيد رجل من مراد، رب قتيل الله من رجل من مراد بيد رجل من مراد، يعني علي بن ابي طالب الله انتقم منه وقتيل الله. هنا الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء الثالث صفحه 23 وانساب الاشراف للبلاذري الجزء الثاني 268 وتاريخ الطبري الجزء الثالث 398 ومسكوبة الرازي وتجارب الأمم وفي تاريخ ابن الأثير الجزء الثالث صفحة 201. كل هذه كتب السنة تثبت لنا أن عائشة بنت أبي بكر سجدت لله شكرا، ويوجد فيديو للشيخ أحمد الشيرازي يبين هذا، ولكن ليداهمنا الوقت لا نستطيع أن نعرض هذا الفيديو. هنعرض الفيديو، بس هستأذنك عشان في يعني على الخط تليفونات ويعني أخرنا عليهم. هناخد أختنا لوجين. سلام المسيح أخت لوجين، تفضلي. سلام المسيح أخ أندرو، أهلا بك. سلام المسيح، تفضلي. الرب يبارككم على اللي تقدمون، والرب يكون معاكم أخي. إحنا دا نعرف حقائق كثيرة من خلالكم، نشكر الرب لأنكم دا تقومون بعمل جبار ودا تقومون بأعمال. نشكر الرب، دا نعرف حقائق فعلا كنا ما عارفينها عن الإسلام، كنا ما عارفينها عن النبي الكاذب اللي إجانا اللي خدعنا خلال 21 سنة. بالنسبة لنا نشكر أخ حسين، ربي باركك، هو ابني وأخويا بنفس الوقت. ربنا يبارك. دائما أشوفكم متألقين باسم الرب يسوع المسيح، وتكونوا دائما أنتوا فعلا البرنامج يعني اسم على مسمى نحاني مش كافر، فعلا هذا الاسم كان احنا المفروض نختاره من زمان. الرب يباركك اخ اندرو، ربنا يبارك كل الموجودين على القائمين على البرنامج. شكرا شكرا اخت لوجين، ربنا يباركك. معنا اخونا ابراهيم من كاليفورنيا. اخ ابراهيم سلام المسيح، تفضل. سلام المسيح اخ اندرو والاخ حسين. انا بس نفسي حضرتك يعني في جزئيه كده، يعني محمد ده شخص، أنا عايز أقول القرآن اللي عمله والأحاديث هتلنا أرقى وأنقى ما وجد من الأحاديث. وقولوا لنا الأحاديث دي والآيات النصوص الإجرامية دي قتلت كم مليون مسلم، قتلت فيه الإنسانية، قتلت فيه الفكر، قتلت فيه المحبة، قتلت فيه الأخلاق، خلقت منه شخصية مضطربة غير متوازنة. ده اللي هو بيهمني قوي. محمد اتقتل وراح، فليكن ما يكون قتله، لكن هو الاثار اللي تركها لقتل الملايين من المسلمين دي هتروح فين؟ دي جريمه مستمره يا اخ. ما هو من قتل بالسيف يقتل. بالزبط. بنفس الجريمه اللي عملها محمد في حق الملايين اتعملت فيه من جوه بيته.
الفكر نفسه أخ أندرو، الفكر نعم. اللي موجود نعم. الفكر اللي موجود مش ممكن يكون فكر من الله. وهات أرقى الأحاديث قول لها تقلق نفس إنسانية سوية، استحالة. وأكتفي بكده وأشكرك. شكرا، ربنا يباركك. معنا الدكتور سمير من كاليفورنيا، أهلا بيك يا دكتور. سلام المسيح. سلام المسيح يا أخ عنده، ربي يباركك أنت والأخ حسين. أنا عندي فكرة عايز أشاركها سريعة، أنا عارف أن وقتكم قرب. في فيديو للأخ ديفيد وود بيتكلم عن الموضوع ده، مقتل محمد، وجايب قرآن وحديث في سورة الحاقة. إله القرآن بيثبت رسالة محمد، ويقول أنه مش بيتكلم أي كلام ولا أي، وبيقول شعر وخلاص. لكن سورة الحاقة آية 43 بيقول: وتنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. وآية 46 ثم لقطعنا منه الوتين. والوتين هو الأورطة، اللي هو شريان الأورطة، اللي هو الشريان الرئيسي في الجسم. لو ده اتقطع الشخص بيموت على طول. فبيقول لو حد، لو هو بيتقول، لو الرسول بيتقول، هنقطع هناخده من باليمين، هياخده بالإيد اليمين ونقطع شريان الأورطة بتاعه فيموت على طول. يجي في الحديث اللي سنن أبي داود اللي ذكرتوه كتير، بيأكد الحتة دي. أنا هختصر سنن أبي داود 4512. فأمر بها رسول على اللي هي زينب ديت، يعني انتوا قريتوا الحديث قبل كده، لكن أنا هقرأ بس الجزء الأخير. فأمر بها رسول الله فقتلت، ثم قال في وجعه الذي مات فيه: ما زلت أجد من الأكل التي أكلت بخيبر، فهذا طوان. أن قطعت أبهري. والأبهر هو اسم تاني لشريان الأورطة، من مئات الطرق اللي الشخص ممكن يموت بيها. الحديث النبي نفسه قال انه قطعت أبهري، قطعت الأورطة. وده الطريقة لإله القرآن قال بيها لو محمد بيتقول هيقطع أبهره أو شريان الأورطة. أنا بس عايز ربنا يباركك. وأنا بطرح فكرتك للمشاهدة، رغم أن أنا عارف أن المسلمين يقولك أنه الوتين غير الأورطة وغير الإبهر، الأبهر يعني كله كلام فاضي، مع أنه لو عمل بحث صغير هيلاقي الوتين هو الأبهر، هو الأورطة، هو الشريان الرئيسي اللي موجود في القلب. ومحمد حكم على نفسه في سورة الحاقة، وما كانش عارف أن ده هيتم فيه وتم فيه. آخر تليفون ناخده أختنا نهال من لندن. سلام مسيح أخت نهال، تفضلي. سلام المسيح يا أخ أندرو، بشكرك وأشكر الأخ حسين شكر خاص على تنويرنا بمعلومات قيمة تستحق فعلا التأمل والتفكير فيها. وبصراحة ما تزعلش مني يا أخ أندرو، أنا النهاردة يعني ما صدقتش كلامك وتقمصت شخصية مشاهدة مسلمة وقلت إيه الخرافات دي. فحبيت أتأكد بنفسي إن المعلومات اللي بتجمعها في البرامج، وربنا يخلينا التكنولوجي ويخلينا عم جوجل على رأي أبونا زكريا. فكتبت كده: هل النبي محمد مات مسموما؟ فلقيت راجل علماني مصري بيشاهدوه بالآلاف اسمه عبد الله رشدي، وفعلا روى القصة ان النبي محمد من كتر حبه ودليل على انه بيحب يتعايش مع الأديان الاخرى عزمته امرأة يهودية وراح ولبى الدعوة بتاعتها وحب ياكل من الاكل اللي قدمته له. لكن هو بيقول كده ان المرأة اليهودية طلعت نصابة حسب البخاري ووضعت له السم، بس المفاجأة انه قال بحسب اللفظ ان الشاة تكلمت وقالت الزراعة المسمومة، انا زراعة مسمومة لا تأكلني يا رسول الله فاني مسمومة. فهنا نفسي يعني ففعلا لفظها من سمه وامر كل من معاه ان هم ينفذوها، بس في جزء منهم مات وجزء عايش. فانا نفسي اشهد اسأل اي مشاهد يرد علي: هل يعقل ان الزراعة تتكلم، ولا ده برضو اعتبره من اعجاز القرآن؟ اصلي ان ربنا يفتح العيون، ونصحتي لاخواتي المسلمين اللي بحبهم من كل قلبي في كلمتين اتنين: ارفض المسلمات، ارفض المسلمات، وابحث بنفسك وانت هتكتشف العجب. وربنا يبارك. اشكرك اختنا. الاخ حسين واضح انه مش هنقدر
ندخل في جزئية الصحابة، وإنه هناك إشارات كبيرة جدا داخل كتب السنة أو الشيعة أن الصحابة من الممكن أن يكونوا تآمروا على قتل محمد، لأنه ما ظنوا أو حسوا أو شعروا أن محمد لما يرسلهم تحت لواء أسامة بن زيد في الغزوة اللي جهزها وأعدها وأمرهم وقال أنه ملعون أو لعن من يتخلف عن لواء أسامة، فشعروا أنه هو عايز يتخلص منهم فبدروا هم بالتخلص منهم. احنا ننهي الحلقة على الجزئية دي عشان ما نتشعبش، لأن أنا عارف أن عندك موضوع تاني، أسباب إيه الأسباب اللي دفعت عائشة أن هي تتخلص من محمد. عندنا جزء فيه أسرار كتيرة، أنا عارف أن كتير من المسلمين ما عرفوش عنه حاجة، فخليه لجزء لوحده، لكن خلينا نقف عند الجزئية دي. هل نلمح أنه في خيط يقودنا أن ممكن يكون الصحابة فعلا سبقوا وتخلصوا من محمد؟ تفضل. نعم فعلا أخ أندر، والدليل على ذلك أخبار الوليد بن جميع. يا أخ أندر قرأناها أن الوليد بن جميع قد روى أخبارا تقول أن روى أخبارا فيها أن أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص أرادوا قتل النبي في العقبة، فلو كانت هذه الأخبار غير صحيحة لأوردوها وقالوا ضعيفة، ولكنهم أخفوها يعني حذفوها دائما، هذه الأخبار طيروها من الكتب، ولا يوجد غير هذا النص، ولا غير هذا النص يتهم صراحة وعلانية بأن أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص أرادوا قتل محمد. ولكن في روايات العقبة، حادثة العقبة لما مر محمد من الجبل أرادوا إلقائه من الجبل وإلقاء الصخور عليه، رووا أن هناك 12 منهم، ومنهم قال محمد 8 لا يدخلون الجنة حتى يمر الجمل في سم الإبرة وفي ثقب إبرة في لفظ آخر. فيثبت لنا هذا أن من هم هؤلاء 8؟ لماذا لم تذكر أسماؤهم؟ ولماذا أراد أبو بكر وعمر و طلحة وسعد بن أبي وقاص أرادوا قتل النبي؟ نريد أن نعرف لماذا أرادوا قتل النبي؟ هل كانوا يريدون الخلافة طمعا فيها؟ وهل كانوا يريدون أن يتحكموا بالناس من بعد محمد ويكونوا رؤساء وخلفاء؟ في الحقيقة يا أخ أندرو أني بيّنت وقلت أنه محمد تزوج عشرات النساء، هذه الخلاصة أريد أن أقولها، محمد تزوج عشرات النساء وأخذ عشرات الجواري، وكان ينكح من هب ودب من النساء اللواتي يهمن أنفسهن له، واللواتي يغتصبهن، واللواتي يؤتن إليه جواري، فأخذ هذه النساء كلهن لكي ينجبن له أمين ولد، ولم ينجبن له أحد إلا عنده كانت. الموضوع نعم. طويل يا أخ حسين وتحت البحث، ولسه هنبقى نستكمل موضوعنا لأن احنا ماسكين خيط وبنمشي فيه لحد ما نوضح لكل إخواتنا المسلمين أن هناك جريمة قتل تمت في بيت محمد، وهذه الجريمة تمت مش من سم زينب بنت الحارث، لكن الجريمة تمت من داخل البيت نفسه. وعندنا شواهد كتيرة تثبت الكلام اللي بنقوله، سواء كانت عائشة من تلقاء نفسها سمت محمد نتيجة لأسرار هنبقى نكشف عنها في حلقة بعد كده، أو سواء أن الصحابة أرادوا التخلص من محمد لأنهم شعروا أن محمد لما يحطهم تحت لواء أسامة ويبعتهم إلى محاربة الروم لجيش تعداده 100,000 وهم تعدادهم 6,000 فقط، شعروا أن محمد يريد التخلص منه فسبقوا بموت محمد. ده اللي هنقف عنده الحلقة النهاردة. بشكر جدا جدا أخونا حسين، لكن عندي تعليق كتبه بعض إخواتنا المسلمين. أمين رشيد بيقول كده أن كل هذه الكلمات هي من تدبير إدارة البرنامج. طب يا أخي أمين هندبر إدارة البرنامج إزاي؟ طب ما احنا عارضين شيوخكم والكتب قدامكم، وكنت أنت ممكن تعمل حاجة، تضرب الرقم اللي موجود على الشاشة وتدخل وتشوف هي تدبيرات ولا لأ. الأخ محمد محمود بيقول كلامك صحيح، مفبرك من داخل الاستوديو، هنفبركه إزاي؟ طب ما احنا عارضين شيوخكم وكتبكم، أرجو يعني أنكم تثبتوا الكلام اللي أنتوا بتقولوه. محمد عبد الفتاح بيقول لأخت ادخلي انت وتصل نسمع صوتك لو تقدري. طب ما تدخل انت تتصل وتفند الكلام اللي احنا قلناه. اخر حاجة
أراد محمد قبل أن يموت بلحظات قليلة أن يكتب للمسلمين كتابا لن يضل من بعده أبدا. وكانت المفاجأة أن عمر رفض كتابة محمد وقال لعله يهجر أي يهزي أو بيخرف من شدة المرض. ده اللي بختم بيه، وده اللي يثبت أنه هناك كانت مؤامرة من الصحابة للتخلص من محمد. موضوع كبير وهنبقى نكمله في حلقات قادمة في وقت قادم، لكن حبيت أحط نقط وحبيت أواجه أخواتنا المسلمين إلى كتابهم، سواء كتب السيرة السنة أو سواء الشيعة، سواء إن كان الظنون أن محمد مات بأثر سم زينب بنت الحارث، أو سواء كانت الظنون بحسب الشيعة أن محمد مات عندما لدته عائشة ونسائه، أو بحسب ظنون الشيعة أيضا أن محمد مات بمؤامرة صنعها أبو بكر وعمر وتسببوا في موت محمد، لأنهم خافوا أن محمد لما يرسلهم تحت اللواء أسامة معناه أنه يريد التخلص منهم. في كل الأحوال محمد مات مسموم، ما ماتش في داخل حرب، ما ماتش هو بيأدي رسالة، لكن مات مسموم. وإلهه اللي وعده والله يعصمك من الناس فشل أن يعصم محمد ويحفظ محمد. سابقا فشل من حفظه من سحر لبيد بن الأعصم، وفي موته ووفاته فشل أن يعصمه من سحر سواء زينب أو عائشة أو مؤامرة أو بكر وعمر. وبهذه الطريقة تثبت هذه الأحاديث أن محمد لم يكن نبي مرسل من الله، بل كان نبي مرسل من تلقاء نفسه. بنعمة الرب الأسبوع القادم حلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر، والرب معكم. مش كافر مش كافر أنا مش كافر مش كافر مش كافر أنا مش كافر لا أنا مخدوع أو بخرف أبدا ولا عقلي سافر سافر بإله واحد إيماني واحد وملوحش تاني حبني ومات علشاني ومش ممكن يموت يمكن في أمور بتحير محتاجة لتفسير أنا حشرح ليك وأفسر أرجوك بلاش تكفير أنا مش كافر أنا مش كافر